ذكرت لجنة أطباء السودان أن متظاهرا قتل بالرصاص الحي بعد مشاركته في مظاهرات اليوم، فقد خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع قبل 3 أشهر. ذكر النشطاء أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة التي شهدت اشتباكات في جولات سابقة من الاحتجاجات. وقد سار المحتجون في شوارع الخرطوم وأم درمان، وأظهر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على الإنترنت قوات الأمن وهي تحاول تفريق الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع. وشوهد المحتجون وهم يحاولون الاحتماء ويرشقون قوات الأمن بالحجارة. أقف الآن في منطقة تقاطع باشدار في وسط الخرطوم، وهو إحدى نقاط التجمع التي أقرتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين لتجمع المتظاهرين من غرب وجنوب الخرطوم تحديدا للمسير باتجاه شارع القصر الجمهوري، الوجهة النهائية لهدف المتظاهرين. من المقرر أن تلتقي مواكب مناطق مختلفة في هذه المنطقة ومن ثم المسير. وكما تشاهدون الآن قد بدأت الحشود في التجمع في هذا التقاطع من مختلف لجان المقاومة المختلفة. هذه اللجان التي تدعو لإسقاط الحكم الانقلابي وعودة العسكريين إلى الثكنات، ومن ثم الإعلان عن الحكم المدني كهدف نهائي وصولا إلى الديمقراطية. هذه التظاهرات لم تتوقف منذ فترة طويلة، وكما تشاهدون بدأت التجمعات من نقاط مختلفة، وها هم يتوافدون من مختلف الشوارع وصولا إلى هذه النقطة التي حددها المتظاهرون لهذا اليوم. تشاهدون هذه التجمعات التي بدأت الآن في التوافد إلى هذه النقطة، هي تقاطع باشدار في منطقة الصحافة، وصولا إلى تجمع أكبر عدد ممكن من المتظاهرين، ومن ثم المسير نحو القصر الجمهوري، الوجهة النهائية للمتظاهرين. هناك أيضا مجموعات أخرى كما تشاهدون من بعيد تتوافد على هذه النقطة بناء على المسارات التي حددتها لجان المقاومة، ربما بعد قليل سيصلون إلى هذه النقطة، ومن ثم التحرك باتجاه شارع القصر. فيما سبق وجهت هذه الحشود بقوة أمنية مفرطة وقمع أمني غير مسبوق أدى إلى مقتل 7 أشخاص في آخر تظاهرة في هذه التظاهرات. اليوم يأملون في أن يصلوا إلى مبتغاهم وهو القصر الجمهوري، ولجان مقاومة بحري ولجان مقاومة مدرمان أيضا أعلنت عن تسيير هذه التظاهرات. إذن تنطلق التظاهرات بعد قليل صوب القصر الجمهوري في هتافات واضحة وشعارات ترفعها لجان المقاومة بعودة العسكريين إلى الثكنات وتطبيق الحكم المدني الديمقراطي في السودان هو الغاية النهائية كما يقولون. تجاني خضر التلفزيون العربي من وسط الخرطوم. ومن الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا وائل محمد الحسن. واليوم احتجاجي جديد في السودان، مقتل متظاهر وأيضا استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع اليوم وائل. نعم جمال، وقد وردنا قبل قليل خبر أيضا بوفاة أحد المتظاهرين بالرصاص الحي ليرتفع العدد إلى 2 من المتظاهرين، ولكن لم نتأكد حتى الآن من صحة هذا الخبر. اليوم الأجهزة الأمنية واجهت المتظاهرين بكثافة في إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع وأيضا بالقنابل الصوتية، أيضا سقوط عدد من الجرحى بالرصاص الحي، أكثر من 20 جريح بحسب المصادر حتى الآن الرصاص الحي في الخرطوم وفي أم درمان، أيضا عشرات المصابين من الغاز المسيل للدموع وأيضا من القنابل الصوتية التي تنفجر وسط المتظاهرين. أيضا من غير المسبوق أيضا لهذه التظاهرات جمال العدد الكبير جدا للأجهزة لأفراد الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في مواجهة المتظاهرين من أمام محيط القصر الجمهوري. حتى قبل نصف ساعة من الآن
كانت الأجهزة الأمنية تقوم بمطاردة المتظاهرين داخل أحياء الخرطوم وتلقي عليهم عبوات الغاز المسيل للدموع التي كانت تتساقط على المنازل وعلى الأزقة والشوارع في وسط الخرطوم. حتى الآن هذه المنطقة التي نحن متواجدين فيها ما تزال هنالك ارتكازات أو مجموعات من الأجهزة الأمنية ما تزال متواجدة في هذه المنطقة في وسط الخرطوم وفي محيط القصر الجمهوري. عدد كبير جدا أيضا من المدن خرجت فيها حشود المتظاهرين في واد مدني وفي كسلة وفي المناقل وفي الأبيض وفي عدد آخر من المدن السودانية، ولكن في مدينة واد مدني بالذات كانت الحشود أكبر وأضخم. طبعا جمال، وفاة أحد المتظاهرين في مليونية 17 من يناير أدى إلى خروج المدينة برمتها في شوارع المدينة، وحتى الآن لم يعودوا إلى منازلهم. أما الآن الواقع في الخرطوم، نعم، الوضع هادئ تماما الآن بعد عمليات الكر والفر التي انتهت قبل قليل. شكرا لك وائل محمد الحسن، مراسل العربي من الخرطوم. شكرا لك وائل.